مشاهدينا الكرام، اهلا وصباح الخير عليكم، واهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. كيف ما عودناكم مشاهدينا الكرام اننا كننقلوا لكم اجواء مباشره من شوارع العاصمه الاقتصاديه، وكيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا اجواء غائمه وسط اسبوع، اجواء غائمه طريق عامره كذلك. صباح اليوم في كازا، شوفوا انا شنو واقع مشاهدينا الكرام على المباشر. صباحكم مبروك، الله يسر الجميع، الله يسهل على الجميع، عندي شي غرض الله يقضيه لي، الله يسر الجميع. كيف ما قلت لكم مشاهدينا الكرام، الجو مغيم وكتحس بلي الشتا غتصب، وجلنا الصراحة المغاربة كاملين باغي الشتا تصب، باغي ان شاء الله الشتا تكون كثيرة هاد العام. السنة اللي فاتت، عانينا من قلة التساقطات، عانينا من ندرة التساقطات، نتمنى يا ربي يكون خير هاد السنة هادي ويكون العكس. السنة الماضية إن شاء الله تصب الشتا، إن شاء الله ترجع الحياة كيف ما تعودنا عليها يا ربي، والله مسحنا غيثا ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين. ونهاركم مبروك، الله يسر الجميع، الله يسهل الجميع. اللي غادي عندي شي غرض الله يخليه لي، غير هو الإنسان أنه يرد باله في الطريق. كيف ما ذكرت لكم أن شوارع العاصمة الاقتصادية الصباح صبحات عامرة شوية وسط الأسبوع، وخا كاينة عطلة بالنسبة للتلاميذ كنا عطلة بالنسبة للتلاميذ، ولكن الطريق شوية عامرة في جل شوارع المدينة الاقتصادية، يعني الإنسان يرد باله يمشي بشوية عليه، يكون واحد التفاهم بين مستعملي الطريق، لم صحاب دراجات، صحاب سيارات، كذلك راجلين، أنا نمشي بشوية عليهم، نمشي بشوية عليهم، يكون تفاهم بيناتنا كاملين بين كاع مستعملي الطريق عامة، راه من بين أسباب، ماشي سبب رئيسي، لكن بين أسباب حوادث السير الله يسر هو مكاينش تفاهم بين مستعملي الطريق، كلشي باغي يدوز دغيا، كلشي باغي يوصل هو الاول، الانسان يمشي بشوية عليه ويوسع خاطرو، يكون عنده يوسع خاطرو، ماشي مشكل انه لا داز واحد قبل منه، مكاينش مشكل في الاخر كلشي غادي يوصل، وكلشي باذن الله غيوصل الغرض ديالو، غيقضي ان شاء الله. هو الانسان انه يوسع خاطرو، هادشي اللي نقدر، وهذه النصيحة نقدر نوجهها لمستعملي الطريق عامة. يعني الله يسر الامر للجميع، الله يسهل على الجميع، غير هو يكون واحد التفاهم بين مستعملي الطريق. مبغيناش الله يسر خسائر ماديه، مبغيناش الله يسر يطور الامر خسائر بشريه. كنعرفوا نسبه حوادث السير في المغرب وخصوصا في كازا عاليه، وعاليه بزاف يعني في المغرب كامل، خصوصا في الدار البيضاء. يعني نتمنى ان شاء الله النسبه تقل باذن الله. حاولت مشاهدينا الكرام، وكمان كنقول لكم ان كنقل لكم اجواء مباشره من شوارع المدينه الاقتصاديه، اجواء غائمه وسط الاسبوع، وطريق الشهيه عامره كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. اللي غيخرج غيمشي لخدمته، ولا غيمشي يقضي شي غرض، يلبس مزيان، راه يلبس مزيان ان شاء الله باذن الله. كنتوقع ان الشتا تصب، المغاربه كاملين كيتمناو ان شاء الله الشتا تصب هذا النهار هذا، وهاد هاد الايام هادي حتى حنا دابا شهر 10، نتمنى ان شاء الله ان الشتا تصب، وندعيو يا ربي ان هاد العام هذا وهاد السنه هادي تكون العكس من العام اللي فات. العام اللي فات اللي صراحه قل التساقطات، عانينا منها نزلت التساقطات عفوا، عانينا منها. يا ربي ان شاء الله هاد السنه هادي تكون الخيرات يا ربي، والله مسخنا غيثا، والله مسخنا غيثا، ولا تجعلنا من العالمين. يعني حتى نتوما مشاهدينا الكرام شاركونا في التعاليق، كيف داير الاجواء عندكم في المنطقه ديالكم، في المدينه ديالكم، كيفاش الجو مغيم، الطريق كيف دايره حتى هي. يعني حنا في كازا كيف ما ذكرت لكم ان جوج شوارع مدينه الدار البيضاء، ماشي كامله، جوج شوارع عامرين، خصوصا وسط المدينه، خصوصا الشوارع الرئيسيه، شوارع عامرين. الجو بالنسبه للجو فهو جو مغيم، يعني كتحس بلي الشتا غادي تصب،
يعني هذه الأجواء هنا من مدينة الدار البيضاء اللي كنحاول نقل لكم مشاهدينا الكرام. يعني نتوما شاركونا في التعليق كيف دايره الأجواء عندكم، كيف دايره الأجواء في المنطقة أو المدينة ديالكم. محمد العلالي كيقول لينا فرجة نفس الديكور صراحة المدن الكبرى يقدر يكون فيها نفس الحاجة، يقدر يكون أنها جو غياب وطريق حتى هي عامرة وسط الأسبوع. وتحية الناس طنجة وتحية كذلك جميع مشاهدينا الكرام، تحية جميع المواطنين كيتابعونا من جل أنحاء المملكة. مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم كذلك على حسن التفاعل ديالكم. نتلقى إن شاء الله في مباشر آخر. إلى اللقاء.